صباح الخير سهل، وصباح الخير لجميع المتابعين. نهار اليوم تسود أجواء مستقرة في عموم المناطق، ترتفع قليلا درجات الحرارة مع تأثر المملكة بالجبهة الهوائية الدافئة في مقدمة لمنخفض جوي يتوقع أن يبدأ تأثيراته على المملكة خلال الساعات القادمة، تحديدا خلال يوم الخميس. لذلك نهار اليوم ترتفع قليلا درجات الحرارة، تكون أعلى بقليل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، تكون الأجواء أدفع قليلا من الأيام القادمة، لكن المحسوسة ستبقى منخفضة بفعل انتشار لكمية من الغيوم العالية التي تحجب أشعة الشمس. توقعات نهار اليوم للعاصمة عمان، يسود طقس غائم جزئي بغيوم عالية 17 درجة مئوية، الملموسة 16، الرطوبة حوالي 70%، والرياح تكون شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم، نبدأ بالمنطقة الشمالية، إربد 17 إلى 11، المفرق 17 إلى 7، جرش 17 إلى 10، وعجلون 16 إلى 10، مع انتشار لكميات من الغيوم العالية بدون فعالية. المنطقة الوسطى أيضا انتشار لكميات من الغيوم العالية، الزرقاء 18 إلى 8، البلقاء 17 إلى 10، عمان 17 إلى 8، نفس الحرارة في مأدبة والبحر الميت 23 إلى 14 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك 20 إلى 10، الطفيلة 18 إلى 19، وبك 17 إلى 7، معان 20 إلى 5، والعقبة 26 إلى 12 درجة مئوية. نختم جولتنا بالمنطقة الشرقية، الأزرق 19 إلى 6، الصفاوي 19 إلى 6، ورويش 22 إلى 6 درجات مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، عودة إليك سالي.